متى لا يجوز له أن يصلي بحضرة طعام؟ نعم. إذا كانت حاله من تعلق قلبه بالطعام سيجعله غير حاضر العقل أو مخلا بشرط أو ركن أو واجب من واجبات الصلاة، عند ذلك لا يجوز له. وقد حكى عياض رحمه الله، القاضي عياض رحمه الله حكى الإجماع، قال وأهل العلم مجمعون على أنه لا يصلي إذا كان الطعام أو إذا كانت الحاجة التي تشوش عليه ستغطي عقله، لأنه قد قال الله تعالى ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وقاس عليه العلماء كل شيء يغيب العقل ويذهب حضوره. نعم. وبهذا نخرج من التفاصيل والتفاريع التي يذكرها العلماء. الضابط العام كل ما شوش الذهن، إن كان تشويشا يفقد الإنسان تمام كمال الخشوع والطمأنينة، عند ذلك نقول في هذه الحال صلي. نعم. لا تصلي، لكن لو صلى صلاته صحيح. نعم. لكن لو أنه كان تشويشا يغلق عليه عقله ويذهب عنه حضوره بالكلية، أو يفضي إلى الإخلال بركن أو بشرط من شروط الصلاة، عند ذلك لا يجوز له أن يتمم هذه الصلاة ولا أن يبتدئها حتى يقضي حاجته مما يدفع عنه هذا التشويش الذي حضر له.